وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. لو كشف عنا الحجاب لرأينا الملائكة السياحين أو السيارين في الأرض الذين يلتمسون مجالس الذكر فيجتمعون، فلو رأيناهم بقلوبنا الآن لرأينا هذه الجموع من الملائكة تحيط بالمكان وتتزاحم حتى تبلغ عنان السماء. ولأن المؤمن له يقين في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا اليقين يجعلنا كأننا نرى هذه الجموع من الملائكة وهي تحيط بنا. بل على العكس، إن درسنا هذا تحضره الملائكة، ويحضره من هم خير وأفضل من الملائكة. فالله عز وجل خلق المخلوقات العاقلة ثلاثة أنواع: مخلوقات لا تعرف إلا الخير، ومخلوقات لا تعرف إلا الشر، ومخلوقات ثالثة يترتب في طبيعتها وفي عملها وأعمالها الخير والشر. الملائكة لا يعني تنازعهم الشرور أبدا، هم مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والشياطين إبليس وأبناؤه والعياذ بالله لا يعرفون الخير، بل ويدمرون أو يعاكسون أهل الخير. أما الإنس وهم نحن بنو آدم، يترتب في طبيعتنا الخير والشر، فإن غلب خيرنا شرنا صرنا عند الله أفضل من الملائكة، وإن تغلب شرنا على خيرنا صرنا عند الله أسوأ من الشياطين. وبما أنكم في المسجد وفي ذكر الله وفي طاعة الله وفي نشر الخير، فخيركم يغلب شركم، فأنتم ولا أزكيكم على الله خير عند الله من الملائكة. هلا يعني إيه يقين؟ العالم كله يئن تحت وطأة أمرين خطيرين، إما خوف الحزن، كل العالم إما خائف من الغد أو حزين على الأمس. وهناك حزن مستحب وحزن مذموم. الإنسان إذا حزن على طاعة قد ضاعت فهذا الحزن في ميزان حسناته، وإذا حزن على أيام قد انتهت دون طاعة الله عز وجل أو عاشها عاصيا لله عز وجل فهذا حزن فيه ندم هو في ميزان حسناته. وهناك حزن مذموم، أن تحزن على دنيا ضاعت منك، على مال، فالمال عارية مسترجعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمعت له مرة 60 موقفا في مواقف حزنه، و60 موقفا في مواقف سروره وفرحه، فخرجت إلى نتيجة مذهلة عجيبة قوية، هي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين. يعني حزنه وفرحه يخص الدين فقط، يعني لا يحزن على مال، لا يحزن على صحة ضاعت، على شيء قد غزا رأسه. ولذلك المؤمن عندما يريد أن يقيس مدى إيمانه يرى حد هذه النفس الإنسانية التي في جنبه في انضباطها مع كتاب الله في حل مشاكلها. كل مشكلة تعين لك انظر إلى الدين، ما حجم الدين في حل المشكلة. المؤمن له في أيامه 5 أيام، وغير المؤمن، يعني خلينا في المؤمن، المؤمن له أيام 5: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. يعني لا ما تقوموش من الأول، صح معاك إن شاء الله. يوم مفقود الأمس الذي ضاع، أمس يعني العمر الذي ولى من الأمس، اللي هو يعني مثلا نقول
يوم السبت هكذا من 6 أكتوبر مثلا الى ان ولدت عمرك 20 50 70، فهذا هو الامس، هذا هو اليوم المفقود، خلاص انتهى الامر، لا تفكر فيه، انسى الامس. لماذا؟ لان تذكرك للامس يحزنك والحزن يحبطك والاحباط يؤيسك، واليأس يقتل فيك الامل فتعيش كئيبا كاسبا دائما. ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسبا باله قليل الرجاء. يعني الشاعر العربي يقول في يأسه يعني ودار بي الاسى والبؤس حتى كاني عبله والبؤس عنتر. يعني هو عبله والبؤس مين؟ عنتر. فعنتر يحب مين؟ عبله. هو يحب البؤس. لا، نحن لا نريد هذه النظره. وشاعر اخر تقريبا على نفس الوتيره قال: ذعرت زوجتي لما راتني باسمه، قلت لها: لا تنزعجي اني بخير سالمه، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. هذا انسان حزين، يعني وصل به الامر ان نسى الابتسامه، وكثير من المسلمين قد نسوا الابتسامه، مع ان التبسم هذا يعني سبحان الله تحرك عضلات الوجه وتعطي امل في من امامك. وان تلقى اخاك بوجه باسم قال: يا ابا ذر دلني على خير اريد ان افعله، قال: مر بالمعروف وانه عن المنكر. قال الرجل: فاذا لم استطيع، ما عنديش هذه المقدره للامر ولا النهي. قال: الكلمه الطيبه صدقه. قال: فاذا لم استطع، انا قادر على الكلمه الطيبه. قال: ان تتبسم في وجوه الناس فهذه صدقه. قال: فاذا لم استطع، لا حول ولا قوه الا بالله. قال: ان تكف شرك عن الناس، يعني ما تمشي شرك ده. قال: فاذا لم استطع، قال: أدعو الله لك بصاعقة تريح منك البلاد والعباد. ففي الناس لا تستطيع الخير ولا تصنع الخير ولا تمنح شرا عن الناس. فاليوم المفقود انتهى. خلاص. اليوم الأمس ترك. ما قبل صلاة المغرب اليوم لا تفكر، انتهت المسألة. في مسألة واحدة فقط، واحدة فقط. وهي أن تستغفر من الذنوب وان ترد الحقوق الى اصحابها، بس ده اللي بتهتم به بالامس. عندك عليك حقوق رجعها. عندك ذنوب سالفه استغفر، خلاص. ومن ضمن الحقوق في بعض بلادنا العربيه، اذكر بهذه القضيه، بعض بلادنا الاسلاميه يكتبوا في وثيقه الزواج مقدم الصداق ومؤخر الصداق. في كده يعني قسيمة الزواج أو شهادة الزواج أو الورقة التي يسجل فيها المأذون أو الموثق مثلا، يقول مقدم المهر كذا ومؤخر الصداق كذا، بمعنى أن اتفق الطرفان أنه يدفع الآن 5 يبقى عليه في ذمته إيه؟ 5. هذه 5 لا تدفع. ليه؟ لأن أو الزوج الخايب يظن أن هذا المؤخر هو الذي يربط الزوجية عشان إيه؟ نهدده، مع انه هو ممكن يجي عليه يوم من الايام يدفع 50,000 عشان زوج بنته يعتقها لوجهها. طيب انت اذا وافقت على كتابة مؤخر خلاص اصبح عقدا. الله ايه؟ مش في الاسلام، مش في الاسلام مقدمة. هو الزواج بالقسط يعني، حتى طب البيت بالتقسيط والسيارة بالتقسيط سبحان الله، والثلاجة البيت بالتقسيط والموبيليا بالتقسيط والمحبة بالتقسيط، لكن الزواج مش بتقسيط. ينفع. لكن إذا وقعت أنت أن عليك كذا، وجب عليك عند المقدرة أن تعطي الزوجة هذا المؤخر لأنه دين عليك. إيه الخطورة في الكلام ده؟ خطورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق، ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زاني. إذا أنت عليك اليوم ترجع البيت، عندك مقدرة رجع.
ما عندكش المقدرة استسمح الفلوجة لحين ما يسار. استسمح الزوجة انها تنسى، لا، هذا حقها، هذا حق الزوجة في مهرها. هي قبضت شيء ووعدت انت بايه؟ بشيء اخر. والمسلم والمؤمن اذا وعد وفى. طبعا مش تخرج من المسجد تقول لها خلي بالك الشيخ عمر ده اصله دارس ابو حنيفه، لكن هو مالك يغلب غير كده خالص. لا، هذا هو يعني الاجماع الذي يجب ان يكون، هو ان هذا المؤخر حق الزوج ترجعه. يبقى الامس انت مشغول بالاستغفار فيه عنه من ذنوب سلفك او حقوق للناس عليك ان ترجع. كيف؟ فرضنا جدلا الغيبه اصبحت سهله عند المسلمين. ربنا اغتاب واحد في المسجد او اخر او جار او قريب 5 سنوات يصغر منه ويقلل من شأنه، كيف يتوب؟ قال اول شيء يستسمح المسلم هذا. طب ان لم يستطع؟ قال كل ما يذكره يدعو له بالخير، وبعدين يمكث 5 سنوات اخرى يبين خصائصه الطيبة وحسناته ومحاسنه 5 سنوات امام 5 سنوات السوء. يعني انت قعدت تهدم فيه 5 سنوات عشان تتوب تعمل ايه؟ ها؟ تعيد. مش سيدنا داوود لما دخل عليه الخصمان وعرض القضية اللي هو بتاع الغنم اللي نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين، ايه اللي حصل؟ قالوا يا نبي الله داوود الرجل ده عنده قطيع غنم دخل على الارض المزروعه تحت على وشك ان احصدها اخذ الثمار والمحصول اللي فيها الحبوب، فاكل قطيع غنم هذا الزرع عندي والمحصول. فان داوود ده خلاص تصادر قطعان الغنم او يصادر قطيع الغنم لصاحب الارض وانتهى الامر. سيدنا سليمان كان عنده 15 عاما جالس على الباب، خرج الخصمان قال بما حكم لكم اخي ابي؟ قال والله يا رب ان انا اخذ قطيع الرجل ده امام الزرع الذي ايه اكل. قال سليمان لو كان الامر بيدي لقلت لصاحب الزرع المهضوم خذ القطيع فاستفد من البانه، وانت يا صاحب القطيع اهتم بالارض واعد زراعتها مره اخرى، فاذا قاربت على الاستواء كما كانت اعد الارض الى صاحبها وخذ قطيع غنمك. فربنا قال ايه؟ قال تفهمناها سليمان. واحد يقول يا الله وداود عليه السلام ده خرب الدنيا، وكلا اتينا حكما وعلما. اذا ارجاع الحقوق الى اصحابها سواء معنويه او ماديه، هذا هو اليوم المفقود. طب اليوم المشهود اليوم الان تذكر من الصباح الى اليوم، ماذا صنعت الصباح بعد صلاه الظهر، بعد صلاه العصر، بعد صلاه المغرب انت مع الشيخ، بعد صلاه العشاء وتروح لبيتك ان شاء الله مخطط جبينك ولا ان شاء الله يعني مبتسم غزي يعني وهكذا كما هي العاده. المهم هذا هو اليوم المشهود. طب اليوم الموعود الغد، اعمل ايه في الغد؟ لا اخاف منه. ليه لا اخاف؟ الناس مثلا واحد رزق بثلاث بنات، الزوجة تبتدي تشحن الراجل أو 5 بنات يقول لأبو فلان أخوك الكبير ده عمره ما سأل عنك وأنت موجود ولا سأل على بناتك وأنت لسه على قيد الحياة. تخيل لما أنت يعني يقول له كده بالأدب يعني لما تتوكل على الله ونستريح منه. خلي بالك أنت البنات دول عمهم مش يسأل عليهم، فكيف إن البنات دول ياخدوا التلتين وأنا آخد الحق بالتم والباقي ياخدهم العم؟ إيه رأيك؟ ما تكتب البيت والارض والعقار والمبلغ سبحان الله والكفن تدور البنات، وخلي بالك انت حتى لا ياخذ العم. الرجل يبص على البنات انضعاف، يبص فعلا على اخوه اخوه شرس، يقول والله كلام الست مع انه غلط كله لكن الحته دي صح، خلي بالك انت. فقد يؤيد راي زوجته. خلي بالك الحديث يقول من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. لما تمنع والد مما يستحق من الميراث فقد حرمت حرمت انت من الايه؟ من ان تكون تحت دائرة اولئك هم الايه؟ الوارثون الذين يرثون الفردوس. الميراث جه منين في الجنة؟ قال ان الانسان لما يخلق اي انسان
الست مليارات اللي على ظهر البسيطة لا. كل واحد لما يخلق الله يوجد له مكانا في الجنة ومكانا في النار. فإذا مات على الإيمان بالله ورجحت حسناته سيئاته تمر به الملائكة على مكانه في النار فيضعف خاف يا سطار يا رب قل هذا كان مكانك لو عصيت رب العباد أما وإن الله قد من عليه وغفر لك ما خسرت وضاعف لك الحسنات فيأخذوه إلى مقعده في الجنة فيفرح فرحتين أو ثلاث أنواع من الأفراح. الفرحة الأولى النجاة من النار، الفرحة الثانية الفوز بالجنة، الفرحة الثالثة منين؟ المكان بتاع الإنسان اللي مات على غير الإيمان بالله خلى في الجنة من يرثه؟ المؤمن. فقال ربنا أولئك هم الإيه؟ الوارثون ولا يكون الميراث إلا أن تأخذ أنت ما ترك الآخر. خلاص؟ فأنت عندما تكتب كل ما عندك لبناتك خشية أن يأخذ أخوك شيئا فاعلم أنك حرمت نفسك من نعمة الله من ميراث الجنة، أنك جرت بالوصية كما قال صلى الله عليه وسلم ربما يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة 60 سنة ثم يجور في ذكر من في الوصية فيكون من أهل النار فيدخلها. إذن أنت لا تخاف من الغد على البنات. ليه لا تخاف على الغد؟ اليقين هو من أين اليقين؟ عندما يعني نشأنا رب العباد وأوجدنا في أرحام أمهاتنا تمر 120 يوم 40 يوما نطفة 40 مضغة 40 علقة بين 4 أشهر. اليوم 120 يوحي الله للملك المؤخر بالأرحام. الملك يسأل يا رب هذه يعني باقية أو جنين يعني كامل هيكمل يعني يكتمل أو سقط. الله يوحي له جنين كامل. طب يا رب ذكر ولا أنثى؟ أقول له ذكر مثلا أو أنثى. يا رب كم عمره؟ عمره كذا سنة كذا شهر وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة وكذا ثانية. أين يموت؟ يموت في المكان الفلاني في الساعة الفلانية بالطريقة الفلانية. طب ما هو رزقه؟ رزقه إلى أن يموت كذا 100,000 نصف مليون مليون 10 أقل أكثر. خلاص؟ فينزل الإنسان إلى الدنيا ورزقه مقسوم في الأجل. خلاص؟ طيب واحد بعد ما بلغ تعلم النصوصية بدأ يسرق، هل هذا رزقه؟ الموظف المرتشي هل هذا رزقه؟ قال علماؤنا هذا من رزقه لكنه استعجله فأخذه حراما، ولو أن اللص لم يسرق وانتظر لجاءه هذا المال حلالا لأن الله كتب أن يدخل في حسابه 100,000 يبقى 100,000 فهو يستعجل يأخذ بالحرام لو انتظر لجاءه حلالا. من أين هذا الكلام؟ سيدنا علي الله يرضى عليه دخل المسجد يصلي لنا ولد صغير 10 سنوات يا أمير المؤمنين امسك لك اللي جاب الفرس قبل امسك يا ولدي. سيدنا علي وهو خارج وضع ايده في جيبه لقى 2 درهم قال نعطيها للولد هذا الغلام يعني انه ايه يعني مسك اللي جاب امير المؤمنين. فخرج سيدنا علي الغلام ابو 10 سنين سبحان الله اخذ لجام الفرس وترك الفرس من غير لجام. قال يا حسن يا بني اذهب بالدرهمين هذين واشتري لنا لجاما. راح الحسن بن علي رضي الله عنهما يشتري لجام للفرس بدرهمين وجد هذا الغلام يبيع اللجام بدرهمين الولد الحرام اللص. فقال علي لو صبر لاخذه مع حلاله. بس هو يستعجل ايه؟ فاذا اصطبت بالكلام فاذا استبطأ احدكم رزق الله فلا يستعجلن ما عند الله بمعصية الله فإن ما عند الله يؤخذ بطاعته ولا يؤخذ بمعصية. يبقى إذن اليقين أن الغد لا تحمل هم الغد لأولادك. ليه؟ لأن لو كنت تحمل هم الغد لأولادك وبناتك كنت تحمل هم نفسك وأنت في بطن أمك صح ولا لا؟ ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة على أصحاب العقول لهلكت إذن من جهلهن البهائم صح ولا لا؟ يعني لو ان الارزاق توزع على العقول العبقريه اعزك الله الحمار ياكل منين؟ صح ولا لا؟ طب اقول لك شيء الحوادث اللي على الطريق بتتم بين ايه وايه بالضبط اكثر؟ السيارات
السراج يقودها ايه؟ بشر. البشر دول عقلاء ولا غير عقلاء؟ عقلاء. يعني نبيين ولا غير نبيين؟ نبيين. دخلوا في امتحانات عشان الحصول على الرسل دخلوا. اذا هما عباقرة في القيادة. لكن رغم ذلك ايه؟ يموت في العالم من حوادث السيارات اكثر من يموت من الامراض الخبيثة ومن المجاعات سبحان الله. طيب. اذا كان هذا هؤلاء هم العقلاء. عمرك سمعت عن حادثة في التاريخ ان حمار عمل حادثة مع حمار؟ صار يعني حمارين ماشيين بالطريق حصل حاجة عنهم. حمار ضرب ما حصلش. بالعكس. عايز اخد الحمار جاي ناحية دي الحمار التاني يعني يتجنب الطريق لغاية لان القضية ما تتكبرش على خلق الله. او الحمار ما عملش حادثة. مين اللي عمل؟ اللي ركب الحمار صح ولا لا؟ فهو اللي عمل سبحان الله. الشاعر العربي يقول كلاما عجيبا. قال حمار الحكيم يوما. يعني واحد حكيم اهل الحكمة يعني. قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب. لو الدهر العادل انا بقول ايه؟ فوق. فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. حمار مش عاجبه الراجل اللي راكب. سبحان الله لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم انت في الغد لا تحمل هم الايه؟ البنات والاولاد. ليه؟ في ايه اليقين. قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليه. اي حاجه ايه؟ في القران ازاي؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليه. يعملوا ايه يا رب؟ فليتقوا الله ويعملوا كمان وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله في تربيتهم ويقولوا قولا سديدا لا يمنع وارثا من ارثه. ولاحظ الصوره؟ اذا هذا هو الغالب. ثم ياتي اليوم المورود اليوم ما يجي ملك الموت. متى ياتي؟ الله اعلم. كيف؟ برضه الله اعلم. فياتي ملك الموت يقبض روحي وروحك ويقف عند الباب سبحان الله العظيم وبعدين يجد اهله يصرخون عليه. يقول اتبكون علي فهو مقهور. ام تغضبون مني فانا مقهور. والله ان لي بكم عوده بعد عوده ولم اقص له درهم من رزقه ولا لحظه من عمره وان لي بكم عوده بعد عوده حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. يقول الحديث لو سمع اهل المتوفى حديث ملك الموت عندئذ لنسوا ميته وبكوا على انفسهم. لان لما الحسن البصري يمر الجماعه عاملين ضوضاء غسيل اهل المتوفى بيبكوا عليه. ثلاثة قد نجا منهم وهم ما نجوا بعد. قلت ايه المتوفى نجا من ايه؟ قال وجه ملك الموت وقد رأى. انت شوف انت رأيت وجه ملك الموت؟ لا. من الذي رأى؟ جدك اللي مات امك اللي مات عن بعض. وبعدين وجه ملك الموت وقد رأى ومرارة الموت وقد ذاق. الرسول يبلل يده الشريفة بالماء ويمسح على وجهه وينازع يقول ان الموت لسكرات اللهم هون علينا سكرات الموت. هكذا كان يقول الله تعالى. ثم يقول ومكانه من الجنه او النار في العرض. يبقى اليقين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حسن البصري اسمه ابو حاتم عنده 9 بنات. ذهب في رحلة العلم. اعترضت البنات 8 والام. تروح فين؟ اين تذهب؟ عنده بنت عندها 11 عاما تحفظ كتاب الله. قالت امها واخواتها واخواتها اتركوه خليه يروح رحلة العلم. في ايه؟ انه لن يتركنا الا لحي رزاق لا يموت. يا الله. تشجع وخرج. جاء المغرب وليس هناك لقمة كسرة خبز في بيت حاجة. فبدأت البنات الأخوات يلوموا من أختهن على أنها شجعت أباها على الخروج. فأسلم الذريعة الإخوة اللي بيخرجوا يقولوا خارجين في سبيل الله سواء هروبا من الزوجة أو غيره لا يجب أن يستأذن الزوجة. عايز تروح تقعد 2-3 في المسجد بعيد عن ضوضاء المسؤولية تستأذن الزوجة لأن حقها أن تبقى. تستأذن الزوجة الأول. ويعني إيه؟ أنت هتخلي زوجتها تستأذن هذا حقها. حق أمال هي تزوجتك عشان تمشي؟ استأذن الأول. إذا أذنت لك توكل على الله.
إذا أذن الأولاد لا تتوكل على الله، إذا لم تأذن خلاص أنت آثم. كلام كده. المهم حاتم رضي الله عنه خرج والبنات يوبخوا لأختهم، طرق الباب طارق، فتحوا لي كوكبة من الفرسان أمام طقم في المقدمة رجل عليه هيلمان يعني واضح يعني ذو حيثية. أما عندكم ماء يا أهل البيت؟ بيت على قارع الطريق. فضحكت البنات ما عندنا غيره، إن كان عن ماء ولا ماء هو موجود ما تزور الماء. شرب وسقى من حوله. يعني بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. يا الله عالم المسلمين وإمام البيت. أبو سبحان المفاجأة المذهلة، الرجل هذا أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين. خرج من الخرج الكيس اللي معاه صورة من الذهب وألقاها داخل عتبة دار حاتم، ثم نظر لمن حوله قال من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنع. حتى بدا عليك ما كانش بيحب يعمل ايه؟ يعني هو اللي يحب أمير المؤمنين يعمل كده؟ طبعا أنا لو ما عملتش كده بيه. المهم علينا باين عليكم يمين. المهم انا حاجيش النوم في المحاضرة، اول ما لقى حد ينام اول السلام عليكم وكده واليقين يكملوا الشيء. هو استاذ فاضل وراجل جليل ربنا يبارك فيه. كل واحد معاه كيس يدمج الى ان غادر ابو جعفر المكان. ارادت بنات حاتم اغلاق الباب فلم يستطعن من كثرة اكياس الذهب، فنظرت البنت التي شجعت اباها وقالت لهن نظرته من مخلوق قد أغنتنا فما بالكن لو نظر إلينا الخالق. ولذلك المرأة اللي ترك لها زوجها كمتجار يعمل يوم بيوم عنده 11 بنتا زمان في القرن الرابع الهجري لا في تأمينات ولا غيره سبحان الله. فمات الرجل فالجارات دخلوا يعزوا الحرمة أم البنات من أين تنفقين ومن أين والبنات وبعض البنات لا يعملن وكيف؟ قالت اسمع كلام اليقين، أعهدت زوجي أكانا لا رزاقا فإن ذهب الأكان بقي الرزاق. إيه حصل هذا الكلام؟ خليه يقين منه، تقولوش دردشة، وعلى فكرة أنا جاي أحكي لك حكايتين، أعلم نفسي اليقين وأعلمك اليقين، لأن من غير يقين يعيش الإنسان مكتئبا في الحياة، تعبان، متخوف، لكن المؤمن الصادق مثلا يجي له فجأة الطبيب يقول له أنت مريض بمرض كذا. كنتوا قاعدين مع ناس عندهم الصراحة ما عندهمش العواطف اللي في الشر، قول لا إن شاء الله مرض خفيف وبتاع، وثاني يوم الراجل يتوكل على الله، لكن هنا الراجل صريح، أنت عندك مرض كذا وهو يحدد لك وفضل لك ثلاث شهور و15 يوم، قال يعني معاك دستر، المهم يعني، أنت تسمع كلامه خلاص، فأنت عندما يكون عندك يقول له ماله وأنا عايش صحيح بدل طول حياتي، وماذا يكون مريض؟ قال أبو ذر أنا أحب الجوع، وأحب المرض، وأحب النوم. العجب يا أبا ذر تحب الجوع والمرض لا أحد يحب الثلاث. قال إن أنا إن جعت رق قلبي وإذا مرضت خف ذنبي وإذا مت لقيت ربي. أخذ المسألة باليقين جبل الجوع ده إيه يعني القلب يرق سبحان الله. رب الله عليك خذ العشاء بتاعك قبل المغرب وتعالى صلي ورا الشيخ ويقرأ الكوثر. هو الشيخ قرأ البقرة ولا ايه؟ ده مش البقرة. ده انت اللي اعتبت البقرة سبحان الله العظيم البقرة. ازاي بطنك مليانة وتقول لي الشيخ يا اسطى؟ الشيخ ما قرأ إلا آيات قصيرة. لكن أنت عشان البطن ما الجنة ترجع. ده زوز لطعامك وزوز لشرابك وزوز لا هو حاطط ثلاث أدلاف وبعدين يعطيها مية ومفيش نفس خلاص الأكسجين تمام. لا إله إلا الله. مع إنه بيعمل الجو فيه أكسجين. يا أخي من رحمة الله بكم أن السماء بفضل الله تمطر عليكم 13 شهر بالسنة بفضل الله عز وجل. يعني ابواب السماء مفتحه طوال العام. انا من كرم الله عليكم انت تتعود المطر نازل المطر ده يا اخي مطر نازل على ابواب السماء مفتحه ادعو الله عز وجل فتطول يوم الدعاء. تفتح ابواب السماء عند الاذان وبين الاذان والاقامه وعند عياده المريض وعند هطول المطر وعند ختمة القران وعند رؤيه الكعبه وعند السفر وعند زياره المريض. هذه اوقات يستجاب فيها الدعاء وتفتح فيها ابواب السماء. فعندك الحمد لله سبب من الاسباب ليه نهار المطر سبحان الله تضحك الارض من بكاء السماء فمن كرم الله سبحانه.
هذه الخضرة التي من حولكم، لأن بعد 10 و20 سنة نسيت أنت هذه النعمة. لا، اذهب إلى البلاد التي كلها صحراء وانظر إلى نعمة الله التي ينتبه. الشجرة الواحدة علميا تخرج كمية من الأكسجين تكفي لتنفس 80 شخص، كل شجرة. وانظر إلى البلدية هنا وفي البلاد المتقدمة كيف أن إذا أردت أن تقطع شجرة شوف الإجراءات المعقدة لقطعها وكيف يأخذ عليه التعهد بأن تزرع مكانها كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم أناس أنعم الله عليهم وحافظوا على النعمة، ونحن ينعم علينا بالإسلام ولا نحافظ على النعمة. نحن نتصارع داخل المسجد. يعني أكثر الناس توجيه من نوجه الإسلام له إمام المسجد العالم، المجلس الشورى المسكين أو المسؤولين عن المسجد، كل واحد يعني يخرج العقد اللي اترفع عليه بيت أبوه ولا بيت أمه ولا المكان اللي جاي منه المعقد اللي جاي منه، جاي يطلع عقده داخل بيت الله. لا والله، إذا كنا احنا داخل مسجد مختلفين فكيف نور الصورة الطيبة لبقية المجتمع الكندي؟ وما زال المسلمون يفطرون يقول نحن الجالية الإسلامية. يا أخي إلى متى تقول الجالية؟ أنت مسلم كندي، قلت أنا الجالية الإسلامية، يعني الجالية؟ يعني جالية شوية ناس كده ويمشي يوم المدى. أنت جئت هنا لتبقى، أنت عمود وركن رقيم في المجتمع الكندي، والمجتمع الكندي ينتظر منك الخير، فأنت جزء من هذا المجتمع. قل أنا مسلم كندي مش أنا من الجالية الإسلامية. لا، فأنت مسلم. أما من موضوع الإسلام جنسيتك كندية، ولاؤك بعد الله لكندا التي تبقى فيها، سبحان الله. فإذا هذه يجب أن تكون في الداخل. المسلمين بعد 40 سنة جايين سنة 60 هنا، جاء 2010 يقول والله يا شيخ ما أنا أستخير أرجع بلدي، ولا أنت بتعمل في استخارة 50 سنة؟ تعال 50 سنة يا حاج أستخير 50 سنة؟ أنا عمري ما أشوف أحد يستخير 50 سنة. كيف يعني الكلام؟ الله يا أخي، المبشر النصراني يذهب من اسكندنافيا في الشمال في السويد والنرويج ويروح إلى مجاهد أفريقيا، أول ما يصل يشتري أمرين، بيتا وقبرا. يعني عن يعني نوع عليه إنه هنا قاعدون خلاص يا أخي، خليه في رحبة أو المجتمع. 113,000 صحابي حجوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، 13,000 دفن منهم في مكة، 13,000 ودفن في البقيع 10,000، بقي كامل 113، 90,000. أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ انسحبوا في أرض الله. روح سور قبرص كده مرة، يقول لك قبر المرأة الصالحة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، التي لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما من أمتي يعبرون البحر يركبون ثبج الموت كالملائكة على الأسرة، قالت أم حرام ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم يا أم حرام، قالت ادعو الله أن يرزقني الشهادة، قال بإذن الله يا أم حرام. نزلت من الباخرة أو السفينة التي أقلتها مع الجيش المسلم وقصتها الدابة، رقصتها رقصة ماتت، وقبرها إلى الآن. أبو أيوب الأنصاري فين؟ في تركيا، سبحان الله. إذا انساحل الإمام البخاري من أين جاء؟ الإمام أبو حامد الغزالي من أين جاء؟ الإمام النسائي المحدث الكبير من أين جاء؟ أبو داود وهؤلاء كلهم من أين جاءوا؟ جاءوا يعني من الإسلام عظمته أنه جمع اللحمة العربية مع اللحمة الأعجمية، والأسود مع الأبيض مع الأحمر، والكل سواسية. أبو لهب سمي أبو لهب اسمه عبد العزلة، ولكن كان بياضه فيه حمرة شديدة كأن النار يعني تتشعب أو تخرج من وجهه، سمي بأبي لهب. أبو لهب الحسيب النسيب يقول الله في تبت يدا أبي لهب المعتب. وبلال عبد الأسود الحبشي يصعد على الكعبة يوم الفتح ويؤذن الله أكبر الله أكبر، ويزوجه عبد الرحمن بن عوف أخته، عبد الرحمن بن عوف الملياردير العربي المنسب، ولكن الإسلام انتصر بعمر بن الخطاب العربي وأبو حامد الغزالي الأفغاني ومحمد إقبال الهندي وصلاح الدين الأيوبي الكردي وسبحان أبو أيوب وصهيب الرومي وبلال الحبشي. إذا الإسلام لا يعرف العكس، كل الطاقات دي وضعت في الإسلام عندما زالت الجنسيات. أما إحنا لما نعمل جنسيات يقول لك أنا شامي والثاني عراقي والرابع يمني والخامس مش عارف إندونيسي والسابع باكستاني، واللي ما يعجبوش الشيخ يروح يأجر له متر في مترين في قبر ولا في قبر تحته. يقول لك المركز العالمي للدعوة عالمي مين؟ مين اللي خلق عالمي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نريد أن نجتمع سويا على قلب رجل واحد
مثل هذا المسجد، مثل هذا العدد، مثل هذا العالم الجليل الذي يصلي من غير الفقيه يستطيع ان نستفتيه. لكن المسلمين عندما نتفرغ ونظهر صوره غير طيبه لغير المسلمين فيقول والله انا لا اريد من هذا الاسلام شيئا. اذن اليقين الذي كان عند هذه المراه انها قالت عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق، هذا يقين يجب ان يكون عندك. اذن هذه ايامك مفقود، مشهود، مورود، موعود، ممدود الى يوم القيامة. طيب كيف يصير عند المسلم يقين؟ قال ربنا فيما قرانا في سورة طه في صلاة المغرب، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، انه لما عرف انه رايح على فرعون، فرعون ده مجرم، انا اهم شيء شعر الصدر، لكن انت لما زوجتك تؤلمك او تؤذيك او زوجك بنتي يؤذيك، اول شيء يقول اللهم اشرح لي صدري، بس لما ينشرح صدرك تتسع الدنيا كلها. صدورنا ضيقه لماذا؟ لان لا يحتمل بعضنا بعضا، كل واحد منتظر يقول لك الزوج وزوج يجي نصلحهم مع العبد الباب مسكين، تعال في ايه؟ فيقول شوف يا شيخ هي اخطأت ثلاث مرات، انا منتظر لها خطا واحد. لا حول ولا قوة لا اله الا الله. اقول يا ابني هو انت ما قراتش الحديث؟ كل بني ادم خطاء. يقول لا قرات. يعني تعرف يعني ايوه اعرف. قد درست في النحو في الاعدادي والثانوي ان خطاء صيغه مبالغه، ويعني ايه؟ هو فاهم بس لازم يلف ويدور على الشيخ. هو الراجل طيب يضحك عليه. المهم فخطاء يا ابني يعني كثير الخطا، يعني اخطا اليوم يخطئ بكره يقدر يخطئ ويخطئ 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 الى ان يموت. خطاء خطاء سبحان الله، كذب البرق نبلا ان تعد معين. فسيدنا موسى اول ما علم انه رايح على فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عقدة من لسانه في امرين. سيدنا موسى كان عنده لفغة في لسانه، يعني زي ايه الالفغة اللي هو ينطق الراء غين او يعني كده. هي تحب عند او يعني من صفات الجمال عند الايه؟ عند المرأة العربية، ولكن يعني يقال ان سيدنا موسى كان بهذا الشكل. في بعض الناس يقول لا ده هو لسانه كان ثقيل شوية، لا لسانه كان ثقيل، ده من ضمن شروط النبوة الفصاحة. هو عليه السلام لما ترك مصر وذهب إلى مدين، قعد كم سنة في مدين؟ 10 سنوات. العشر سنوات دي المصريين عندهم عجب، اللهجة المصرية تتغير كل عقد من الزمن تقريبا. هذه طبيعة عند المصريين، يعني يضع كلمات جديدة حتى لما يكونش يتعامل مع المصريين في لهجات لا يقول يقصد ايه؟ يعني في لهجات تتغير. فكأنما يقول هارون أفصح مني لساني لأنه ما غادر مصر. وأنا دين حق أنت دينك في كندا مثلا 10 سنوات. الحمد لله الآن تجد مسلمين ولو عربية، لكن في ناس يسكنوا في مكان أماكن في الشمال وفي هنا ربما حوله من لا يتكلم إلا الفرنسية ولا يتكلم إلا الإنجليزية. لما يكون جل كلامك انجليزي او فرنسي الا يؤثر هذا على لغتك الام؟ يؤثر. فاحيانا انت وسط الكلام تضع كلمتين رغم انفك لانك لسانك تعود. فاذا سيدنا موسى يقول لا انا دي 10 سنوات لا اتكلم المصريه او لا اتكلم الهيروغليفيه او لا اتكلم العبريه الذي كان يتكلم، فتاثر من اهل مدين بانه تكلم لهجه اخرى. او ان سيدنا موسى هو الوحيد الذي كلمه ربه بدون وحي، وكأن كلام الله لكريمه موسى جعل سيدنا موسى في حالة من الخوف والهيبة من الله أثرت على كلماته المتتالية، لأنه هو لما أخذ زوجته وترك حماه وعاد إلى مصر وتاه في الصحراء، فالليل شديد البرد وظلمة، قال لأهلهم كثوا انتظروا هنا إني آنست نارا. يعني آنست؟ آنس يعني ظهر، زي ثم الإنس إنسا لإيه؟ ده ظهور، والجن جنا لإيه؟ للستار، زي فلان جن عقل يعني إيه؟ سترة. سميت الجنة جنة أو الحديقة جنة لأن الأشجار تستر مداخلها، تمام؟ قال ربنا فلما جن عليه الليل، يعني إيه؟ لما ستره الليل، واخد بالك؟ رب العباد سبحانه وتعالى يكلمني عن سيدنا موسى في قضية اليقين
فيقول: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجلد به اجلي واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. الشاهد في الموضوع في مساله اليقين ام الكريم قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. ايمن عليك مره اخرى لما في سوره القصص قال: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. شوف الانسان في التكليف يتعارضه امران: شرع رباني وطبع انساني. كل الاوامر والنواهي شرع رباني يقول له ايه؟ لا تشرب الخمر. وطبع انساني يقول له جرب. طيب شرع رباني يقول لا تتعامل بالربا. وطبع انساني يقول يا عم ما هي مفيش الا كده. وهكذا. فالام الكريم طبعها الا تفرط في ولدها. لكن الشرع الرباني بما يامرها انت تشرب فيه القعاد قال ايه؟ اقذفيه في التابوت واقذفيه في اليم. والقذف يكون بايه؟ بشده. يلقيه اليم بالساحل هي تفرح تقول الحمد لله. المفاجاه المذهلة ايه؟ ياخذه عدو لي وعدو له يعني معاد لله ولرسول الله. يعني عداوه فرعون مركبه. سبحان الله عداوه فرعون مركبه. فانظر الى كلام الله عز وجل: اقذفيه بالتابوت اقذفيه باليم يلقي اليم بالسحر. فام الكريم بين امرين: بين امومه لا تستطيع ان تترك ولدها وبين شرع يقول لها ايه؟ القيه. فبيقينها ماذا صنعت؟ القتل. رد اليها في نفس اليوم وجعل رسولا بعد 40 سنه. هذا هو اليقين. سيدنا ابراهيم جاء من الشام ليزور ولده اسماعيل لما بلغ السعر في مكه قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. المهم فسيدنا ابراهيم بين امرين: بين شرع رباني يامره بذبح الولد وبين طبع انساني يعمل ايه؟ يكف عن وزاك ابليس يقول: يا ابراهيم هل جننت؟ هل خلفت تذبح ولدك؟ هل تذبح فرد كبير؟ فيكبر ويلقي بالحصى على والحجاره على ابليس عند الجمره الصغرى وعند الجمره الوسطى وعند جمره العقبه الكبرى. وناخذ هذا كله في رمي الجمرات ايام التشريق في الحج اسوه بنبينا والخليل عليه السلام وابي الانبياء صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. فاليقين عند الخليل جعله يقدم الشرع الرباني على طبع الانسان. فماذا كانت النتيجه؟ وفديناه بربح عظيم. انا اريد في كلمتين لستين اليقين الا تخاف من الغد، خذ الغد بيد الله. اليقين لا تخشى على اولادك ولكن ربهم من حلال، اتق الله فيهم، احسن الى امهم، عندئذ سوف ترى خير. بقيت نقطه اهم وهي هذا المجتمع الذي تعيشون فيه ماذا قدمتم له؟ هل قدمتم له مجلس شورى في مراكز متناحره متنافره؟ كل واحد مش عارف يعمل له جمعيه ويعمل له اداره ويعمل له مذهب ويعمل له فكره؟ ام انهم راوا ان انا اتمنى من زياره القادمه ان شاء الله اجد مثلا المونتريال كلها مساجدها كلها لها مجلس حكماء يتكون من 9 أو 7 أو 5 أو 11 من العلماء الاجلاء والفضلاء الذين يعملون ويؤثرون في المجتمع. يكون هذا المجلس هو الذي يتكلم باسم مسلمي مونتريال. وهكذا في تورونتو وهكذا في هاليفاكس وهكذا في بقيه الكالجاري وغيره وغيره. ثم يجتمع هذه المجالس اجتماع سنوي ويختار منهم مجلس يمثل مسلمي كندا العربي والاعجمي والباكستاني والهندي والمصري والمغربي واليوغوسلافي والمسلم اللي اصلا كندي من الابان عنه وهكذا. كل هذه المجالس تصب في مجلس واحد فيه مجلس الاستفتاء. هذا المجلس هو الذي يحدد لنا متى نصوم سويا، متى نفطر سويا، متى يكون العيد. سبحان الله. هنا سوف تظهر صوره طيبه. ثم اود يوما ما ان كل مونتريال والمسلمين اعرف مدى قدرتهم بفضل الله يكون هناك معهد لاعداد الدعاء يدخل فيه يرتاح فيه ابنائكم عنده 12 و15 و18 سنه. انا اريد دعاة من هذه الارض
يفهمون اللغة فهما دقيقا ويفهمون الثقافة الكندية فهما دقيقا وينشرون دين الله على الوسطية بعيدا عن المذهبية والعرقية والخيبة اللي احنا جئنا بها من هنا ومن هناك. نحن نريد قلوبا أواها لله سبحانه وتعالى، كما أود أن تنتشر في كل المراكز مدرسة إسلامية عليا، مش حضانة وابتدائي وانتهى الأمر ثم يذهب الولد أو البنت إلى المدارس العامة. أنا أريد مدرسة إسلامية إلى الثانوية العامة، يذهب الولد والبنت عنده 18 سنة إلى الجامعة محصن بالخلق وبالقيم ليكون عمود أساسي للمجتمع الكندي ويقدم الخير للمجتمع الكندي. ثم أرى أن كل مركز عليه أن يأتي بأسماء البنات اللي في سن الزواج وأسماء الشباب اللي في سن الزواج، ويقوم المركز هنا والمسجد وغيره وكل المساجد بتزويج الناس. هنا شرط الكفاءة عند الأحناف شرط مهم، والكفاءة أراها أنا أن الولد اللي نشأ على أرض كندا يتزوج المسلمة اللي نشأت على أرض كندا. أما تروح تجيب له واحدة من عمان ولا من صنعاء ولا من كازابلانكا ولا من بغداد، سبحان بنت عمه بنت خاله، بعد سنة تطلق لا تعرفه، لا ثقافة غير الثقافة ولا فكر غير الفكر. والبنت مش رايح تبدع ابن عمها اللي في ليبيا وابن خالها اللي مش عارف عايش في الاسكندرية. هذا كلام تهريب، هذا كلام يضر بالأسر، لأن الأوائل الشباب يروح يتزوجوا من البلاد هناك والبنات تقف هنا قبور طويل من يتزوجون. إذا راح تزوج قريبها هناك لا تعرفه، لا تعرف ثقافته، هي منفتحة بطريقة معينة ومثقفة بطريقة معينة. وأنا أرى أن أي بنت في المجتمع الكندي تصل إلى 20 سنة ولم يتقدم لها شاب يهتم المجتمع كله. لابد لكم من الإسراع بتزويج البنات، وهذه مسؤولية المراكز الإسلامية. ما احنا قاعدين بس إن نختلف من رئيس مجلس الإدارة ومن سيد عضو مجلس الإدارة، احنا في المجالس بتاع الخير اللي في الجنوب، لا، نحن في مجتمع متقدم. هذا المجتمع مجتمع نيابي ديمقراطي، ويجب أيضا الشورى موجودة عندنا التي سماها الغرب الديمقراطية. هذا شيء المسميات لا تهمنا، لكن يهمنا أن نضع بذرة حتى يرى الغرب. الله، هو إيه القضية؟ يقول والله ما شاء الله أخواتنا بالله المسلمين دول ضدهم رؤوس نستطيع أن نكلمها. بالله عليك لو مجلس البلدية ولا العمدة ولا قال أنا أريد 2 يتكلموا بالنيابة عن المسلمين، يطلع له إيه؟ 100,000 واحد. أنا الإسلام. مش 2 التقوا مرة بيقول له يا أخي الإسلام ضعف العالم كله، بس الحمد لله في دولتنا لم يضعف. يقول له أيوه صحيح والله. ده مش في دولتنا كلنا، الإسلام الحقيقي في المدينة التي نحن فيها. لا صح يا أخي، ده في المدينة. ده مش في كل المدينة بصراحة، وفي المسجد الذي نصلي فيه. ده لا صح. هو الإسلام الحقيقي مش كل المسجد بصراحة، أنا وأنت. ده بصراحة والله كلامك صح. ده بس أنا رأيتك بالأمس ماشي مع جماعة شباب وهم دول صوفية. خلي بالك أنت. يبقى الإسلام كل بلد كام واحد؟ لا إله إلا الله. هذا المجنون الرسمي. هذا مجنون رسمي. نحن لا نريد ان نكون كهذا الرجل، كلنا مسلمون، كلنا مسؤولين عن الاسلام، كلنا مسؤول عن نشر هذا الدين بالسماحه وبالعمل. وتقوم فرقه من كل مركز ومن كل مكان، البنات الصغيرات يروحوا يزوروا كبيرات السن العجائز اللي قاعدين لوحدهم، يزوروهم ويعطوهم ورده يوم الاحد ويساعدوهم في شيء، هيكتشفوا ان هناك ملائكه يسمون بالمسلمين يعيشون في المجتمع الكندي هنا، اما ان يحيدوا او ان يحبوا المسلمين او ان يضروا الاسلام. اما اذا ظهرت عصبيه من هنا او هناك، كل العالم مليء بالعصبيه وكل العالم مليء بالمجانين، فنحن نمتص جنون المجنون، ولا داعي لان نضع الثوب الاحمر امام الثوب، لا داعي ان نستنفر ما عند الناس من شر. انا معترض تماما على هؤلاء الإخوة الذين أرادوا أن يبنوا المسجد اللي في نيويورك ويسمونه اسم معين. لماذا هذا الكلام؟ يعني كنا في غنى عن المشاكل وفي غنى عن إثارة المعارض، بل بالعكس الإسلام دين عملي سهل ينشر الخير والسلامة في العالم، وعندئذ هذه رسالتنا وهذا هو ديننا وهذا هو يقيننا. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم جميعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اصلح حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، اي الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا وانفعنا واغفر لنا وصلى الله على سيدنا محمد. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.